عندنا هنا سمك بوسيف، هذا تقريبا جل الانتاج كيتوجه لايطاليا، وهذا كيمشي تقريبا ما بين 50 درهم حتى 80 درهم. عندنا هنا لالوت ولا الرابي، عندنا هنا البونيتو، عندنا هنا اهم حاجه بالنسبه لنا حنا اللي المغرب تقريبا عنده ثاني كوطه في العالم اللي هو طول الكوطه ديال التونه الحمراء اللي في 2021 ولا 21 غتوصل تقريبا 3300 طن. وهاد الطونه الحمراء كتصيد اما عن طريق المضربات ولا عن طريق بعض المراكب ولا عن طريق القوارب ديال الصيد التقليدي. وهاد التونه هادي يعني كتوصل الاثمان ديالها، يعني الاثمان ديالها خياليه بالنسبه لليابان، باش ما كانت ذات جوده عاليه. اخر تونه تباعت في اليابان قبل ما يبدا الموسم ديال هذا بجوج الملايين ونص ديال الاورو، ما يقارب 10000 اورو للكيلوغرام. هذا خاص الدوله تعطيه واحد الاهميه كبيره وتعطي يعني لاكسي الناس سيرتو ديال 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 السيد التقليدي وديال الساحلي باش هاد الكوكياج معروفه بهم مدينه الداخله. عندنا بريمير مولي زويتر، هادو سون دي برودوي ديال دي برودوي ديال الاكواكولتور، كيتصاوبوا في خليج ديال واد الذهب. دابا تقريبا الدوله عن طريق الوكاله الوطنيه ديال تربيه الحمايه المائيه عطي اهميه كبيره لهذا النوع ديال المشاريع اللي هي ديال تربيه الحمايه المائيه. عندنا هذا سي سوفاج اللي هما لي مول، كنقولوا حنا بوزدروب الدارجه عندنا، اللي كيباع تقريبا ديكورتي كيباع 50 درهم الكيلو. عندنا هنا هادو كنسموا حنا بالصبنيونيه على الميخه وسميتها الميعه، هذه كتمشي حتى 120 درهم الكيلو. هذا بيربيريتشو ولا لاكوك، هذا الثمن ديالو مناسب كيمشي تقريبا 30 درهم 25 درهم الكيلو. عندنا هذه ثاني حتى هذه سميتها لو كوتو القصيبه، هذا سي تام برودوي كي اللي مخدوم بالكوطا، يعني تقريبا هذه المنتجات ديال الكوكياج الاكثريه فيها الدوله كتنهج الجانب ديال الكوطا، وتقريبا ماشي الكوطا غير في هذا الكوكياج، الاخطبوط عنده كوطا، الطول الاحمر عنده كوطا، مجموعه ديال المنتوجات اللي عندنا كوطا. هنا عندنا لومار، دابا هذا لومار ما يقارب تقريبا العمر ديالو نقدروا نتكلموا على واحد 15 عام، يعني فيه تقريبا ما يقارب 7 كيلو. اذا هذا لومار هذا كيبين بان المخزون السمكي المغرب نقدروا نقولوا بان ملي كنشوف هذا النوع ديال المنتوج سيرتو في المناطق الجنوبيه بان المخزون لا باس به ومعافي. هذا الكراب، وعندنا عاود الثاني اللي هي لانغوست غوش اللي هي لانغوست الحمراء اللي هي حتى كتمشي حتى بين 300 350 درهم، هذا كيمشي ب 200 250 درهم، والكرب تقريبا 25 درهم. هو دابا المنتوج اللي هو احسن في لومار هو تقريبا ما بين 2 كيلو الكيلو ونص، ولكن حنا جبنا هذه باش نبينوا بان هذا النوع ديال هذا بما انه كيوصل لهذا الحد ديال العمر بانه في وضعيه اللي هي معافيه.